السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده عبارة عن نموذج لغوي زي شات جي بي تي وجوجل بارد، تقدر ان انت تسأله اي سؤال انت عايزه، وتقدر ترفع ملف بي دي اف وتسأله يقول له لخص لي الملف دوت او اشرح الملف دوت. تقدر تقول له انا عايز مثلا مساعدة في تعلم الاسباني، فيبدأ ان هو يساعدك. تمام، ممكن تقول له ساعدني مثلا في برمجة. فده نموذج لغوي، الميزة ان هو مجاني تماما بالشكل ده. طيب لو انت عايز ترفع ملف، هتيجي هنا وتختار الملف اللي انت عايزه وخلاص. ده كأن الراجل اللي كتب الكتاب في البي دي اف بقى معاك، تقدر تسأله اي سؤال عن الملف ده. كل عليك ان انت تختار الملف، وبعد كده عايز بقى يلخصه لك، عايز يشرحه لك، عايز يبدأ ان هو يكلمك فيه التفصيل، مفيش اي مشكلة خالص. تمام، عايزين بس ملف يكون صغير. طيب انا اخترت الملف دوت واقول له اكسبلين. هو كده دلوقتي بيرفع الملف. اكسبلين ذس فايل، هو يبدا بقى يلخصه لك. ممكن يكون في معلومه موجوده عايز تقارن معلومه تانية، يبدا ان هو يدور لك عليها ويبدا ان هو يناقشك فيها، فيبدأ يجيب لك ملخص للملف دوت. وتقدر تقول له اشرحه لي بالعربي، تقدر تقول له اهم النقط ايه، تقدر تقول له اسم الكاتب ايه، كل اللي انت عايزه تقدر انت تسأله في الكتاب دوت. ممكن في حاجة معينة انت مش قادر تفهمها في الكتاب اللي انت بتقراه، فتبدأ ترفعه تقول له اشرح لي صفحة 30، اشرح لي صفحة كذا، يبدأ ان هو يشرحه لك. تمام، يعني ممكن تقول له مثلا اكسبلين عربيك، اكسبلين in Arabic. فيبدأ يشرحه لك بالعربي زي ما انت شايف. هو الموقع جميل وبنفس قوة شات جي بي تي إلى حد ما، محتاج بقى تجرب تسأل نفس الأسئلة دي لشات جي بي تي والموقع، وتبدأ تشوف الإجابة أنهي فيهم الأدق. لكن هو مبدئيا مثل ان هو مجاني، ما طلبش فلوس حتى الان، سهل جدا في الاستعمال. اتمنى ان هو يفيدكم.